أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لا الذين يذكرون الله
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والأرض
سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي ولأدخلنهم جنات تجري تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد خالدين فيها نزلا من عند الله و
وما عند الله خير آمنوا اصبروا
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا خاضعين خاشعين في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بكتاب الله العزيز تلاها على ما استمع حضراتكم فاضلة القارئ الشيخ وليد محمد عبيد القارئ والمقيم بسلسلة ليالي. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.